مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة حصاد القوات المسلحة خلال أسبوع. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي امتداد وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، خاصة العسكرية. جاء ذلك خلال لقائه مع جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التقارب والتعاون العسكري، مشيرا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين. وأشار وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، وذلك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقائه الفريق جورجيوس كامباس قائد القوات البرية اليونانية، حيث بحث الجانبان عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلد اللي بيتفرح. نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكلية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019. بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية. وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة انتقت أكفأ الرجال لنيل أشرف المهام، وأنه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة. وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية. الحمد لله ده شرف لي أن أنا أخش كلية فنية عسكرية والتحق بأي كلية عسكرية، وإن شاء الله مصر في إيدي أمينة إن شاء الله. حلم حياتي يعني أن أنا أكون من ضمن القوات المسلحة. أنا فخور جدا أن أنا وصلت للمرحلة دي، وإن شاء الله إن شاء الله أنا بوعد المصريين أن أنا أدافع عن مصر لآخر نقطة دم فيا. كان حلم عمري من الابتدائية يعني، فالحمد لله ربنا حققهولي. هو بإذن الله لما نتخرج مصر في عمنا في ايدينا، وبإذن الله يعني نحافظ عليها ومفيش حاجة هتسيبها إن شاء الله بإذن الله عشان إحنا موجودين فيها. ما تخافوش أنتوا وراكوا رجالة وإحنا تحت أمركم في أي حاجة. إن شاء الله كلنا نشجع بعض ونقف جنب بعض لحد ما كل واحد فينا يبقى رقم واحد إن شاء الله، ونبقى أحسن دفعة إن شاء الله نتخرج من الكلية دي إن شاء الله. إن شاء الله نكون على قد المسؤولية كلنا ونقدر نحمي الوطن ونصونه وندافع عن أمنه واستقراره وأمن المواطنين إن شاء الله. وأعرب أهالي الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة المصرية.
طبعا فرحه سعيده ابوه ان هيبقى في ده مصر. شرف كبير له ولنا كلنا، وهو في خدمه الوطن واحنا كلنا في خدمه الوطن. الحمد لله رب العالمين ان ربنا اختار ابني يبقى من خير جنود الارض. بقول له عايزك تبقى راجل وتدافع عن بلدك وتبقى شاه وتجيب حق الشهداء اللي راحوا كلها. والحمد لله رب العالمين، وربنا يوفقهم ويحفظهم، ربنا ينصرهم على من يعاديهم يا رب كلهم، وينصر القائد بتاعنا الرئيس السيسي يا رب ينصره على من يعاديه. كل الكليات العسكرية مصنع الرجال، حاجة مشرفة، حاجة فخر، اعتزاز، واجب وشرف واعتزاز وفخر ان احنا نبقى نفدي بلدنا بأي حاجة. عايزة اقول لهم ربنا يوفقكم وثبت خطاكم يا رب، ودايما مصر في تقدم يا رب على طول وازدهار. الكلية الحربية بجميع أفرعها بجميع الأسلحة هي شرف لأي مواطن مصري، وكفى به شرف أن يكون أحد جنود القوات المسلحة البواسل. فرحة فرحة ما بعدها فرحة، فرحة. تحيا مصر، تحيا مصر، يحميهم ربنا ويحافظ عليهم يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر. هذا وستبقى مصر حرة أبية مرفوعة رايتها بأبنائها الأشداء المخلصين الذين لا يترددون لحظة واحدة لتقديم أرواحهم فداء للوطن متى تكلف الأمر ذلك. هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمام. هو ده. نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التي يتمتع بها جميع العناصر المشاركة بالتدريب. نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة. وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب. وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة والفريق جون لومير كبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وملحق الدفاع البريطاني بالقاهرة بالمرور على العناصر المشاركة بالتدريب. ونقل رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بالقوات البريطانية المشاركة في التدريب، فيما أشاد الجانب البريطاني بالتنظيم الجيد للتدريب بالإضافة إلى المستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر في مختلف مراحل التدريب، مشيرا إلى أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين. يأتي التدريب في إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبما يساهم في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات. وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وهيئة الإسعاف بروتوكول تعاون لتعزيز خبرة وممارسة الضباط وضباط الصف العاملين بالمجال الطبي، وذلك طبقا لمعايير التعليم الخاصة بهيئة الإسعاف. أكد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القوات المسلحة على الارتقاء بهذه المنظومة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية، فيما عبر رئيس هيئة الإسعاف عن فخره وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة في تطوير المنظومة الطبية. ختام نشرتنا الأسبوعية، دمتم في أمان الله سالمين.